عليكم، مرحبا بكم كامل معايا، ان شاء الله تكونوا بخير وبالف صحه وعافيه. اليوم بحول الله جبت لكم حلوى جافه، حلوى تقدروا تستعملوها في المناسبات تاعكم لانها اقتصاديه، نخدموها بالكاوكاو بشويه الشوكولا، رايحه تكون راقيه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو في الوصفه تاع اليوم، ماذا بكم تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه، وكذلك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى توصلكم كامل وصفاتي الجديده بحول الله. اذا رايحين نبداو مباشره. بالنسبه لهذا الحلوى، لاباز تاعها هي عجينه الصابلي. اذا في عجينه الصابلي اليوم نحتاجو 200 غرام تاع الزبده، المارغرين هنا تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، نحتاجو ايضا 2 صفار بيض، نحتاجو البياض ما نرموش، رايحين نحتاجوه فيما بعد، نحتاجو ايضا ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ونحتاجو كيسين تاع سكر فاني او سكر فانيليا، ونحتاجو حوالي 6 ملاعق كبيره تاع السكر الناعم. اذا نبداو مباشره في طريقه التحضير. اذا عندي هنا 200 غرام تاع مارغرين طريه، نضيف لها قلت حوالي 6 ملاعق كبيره تاع السكر الناعم. دائما السكر يبقى حسب الذوق، يعني ممكن تضيفوا ولا تنقصوا على حسب الحلاوه اللي تحبوها في الكاطو تاعكم. هنا ممكن نقصوا شويه لانه الكاطو تاعنا فيه شوكولا، يعني نقدروا نقصوا كميه السكر. نخلطوا جيدا ثم نضيفوا صفر البيض. بالنسبه لصفر البيض نخليه معاه شويه بياض كما راكم تشوفوا، ما نديروش صفر يعني وحده وحده، لانه فيما بعد نحتاجوا الكميه قليله تاع البياض. دوك تعرفوا واش رايحين نديروا به. اذا الصفر معليش اذا كان معاه شويه بياض البيض. هنا درت كيسين تاع سكر فاني، رايحه نخلط مليح هذه المكونات حتى تنسجم عندي جيدا وتولي لي كريمه. بعد ما تنسجم عندي مليح المكونات، رايحه نضيف الفرينه مع الملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه. اذا نزيد الفرينه غير بالعقل، يعني نخلط في نفس الوقت حتى تتشكل معايا العجينه الطريه، يعني عجينه الصابلي. ندير هنا الملعقه تاع الخميره الكيميائيه ونبقى نضيف الفرينه غير بالعقل، ونخلط هكا بلا ما نعجن حتى تتشكل عندي العجينه. يعني هذه الحلوات تناسب بزاف الزيارات العائليه ولا الافراح تاعكم، خاصه الان في العطله، يعني بزاف فيكم يروحوا عند الاقارب. يعني هذه اذا ديتوها في يدكم يعني راهي حاجه شابه وبزاف بنينه. اذا نجمع العجينه ونرجع معكم بحول الله. بعد ما جمعنا العجينه تاعنا مليح، رايحين تحصلوا على هذه العجينه. شوفوا ما نعجنوهاش، نخلوها طريه، ما تكونش طريه بزاف، يعني شوفوا شويه ناشفه، يعني ما تطريوهاش بزاف بزاف، خليوها شويه ناشفه حتى ما تعذبكمش في العمل تاعها. راهي فيها صفر البيض، يعني راح تجي بزاف هشيشه هذا الحلوى. ما تخلوهاش بزاف طريه وما تنشفوهاش ايضا اكثر من لازم. انا نغسل يدي ونجو نشكلوا مع بعض الحلوى تاعنا بحول الله. أنا رجعت معكم، إن شاء الله نشكلوا الحلوى تاعنا مع بعض. هنا عندي العجينة، درت هنا شوية فارينة باش نحل بها، وهنا حطيت أمامي هذا بياض البيض رايحين نحتاجه. إذا نقسم العجينة تاعي على 2 حتى نخدم يعني بكميات قليلة، خاصة المبتدئات دايما بداو بكميات قليلة حتى ما تعذبكمش العجينة. إذا نحطوا كمية قليلة تاع الفارينة ورايحين نحلوا هاد العجينه بالحلال، نحلوها غير بالعقل. العجينه هذه راهي فيها الصفر البيض، يعني تجي بزاف هشيشه. نحلوها شويه رقيقه يعني كيما الصابلي، ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش اكيد خشينه. بعد ما حليتها ما ترققوهاش بزاف، لانه هاد الحلوى ما حينش نديرو وحده فوق وحده، يعني نديرو فقط حبه. نديو هاد القطاعه، انا خيرت هذه اللي القطر تاعها حوالي 6.5 سنتيمتر، كبرت شويه فقط. ممكن تصغروا ديروها اصغر ولا ديروها اكبر من هكا. اذا رايحه نقطع العجينه تاعي، ومعليش اذا كانت العجينه تاعكم شويه فيها تشققات هكا، لانه هذا الواجهه كامل الجهه العليا رايحه تتغطى بالكاوكاو. اذا تبعوا معايا رايحين تعرفوا
الطريقة. إذا بكوبات ولا إنسباتيول هكا نرفدوها، راح تجينا طريقة سهلة جدا، ونحطوها في الصينية. بعد ما كملنا شكلنا كامل العجينة تاعنا، أنا قست لي 30 حبة، لكن كما قلت لكم يعني أنا قطعتها شوية كبيرة. إذا صغرتو يعني 200 غرام تاع الزبدة فقط، راح تقيس لكم حتى 40 يعني حبة تاع هذا النوع. الآن هذا العجينة اللي قطعناها نخليوها جانبا، ونروحو للكاوكاو تاعنا هكا حتى يكون العمل تاعنا منظم. هنا العجينة كملنا معها، نروحو للكاوكاو تاعنا. بالنسبة للكاوكاو، وانا عندي هنا رطل كاوكاو كنت حمصته، تحمصوش بزاف يعني شوية، كي يدي اللون فاتح هكذا تنحيوه تقشروه اذا كان عندكم كاوكاو ماشي مقشر، وتطحنوه. لازم موش تطحنوه رقيق، وانما تخليوه خشين يعني كونكاسي. انا واش رايحة ندير، رايحة نفرغوه هنا في هذا السربيطة تاع المطبخ، ونعاود نغلق عليه بهذه الطريقة، ثم بالحلال رايحه نضغط هكا جيدا. الكاوكاو تاعي راح كامل نلقاه كونكاسي، يعني الحجم اللي راني نحوس عليه. بعد ما نكمل رايحه نتحصل على هذا الشكل. شوفوا الكاوكاو تاعي راح يترحى كونكاسي، وهذا هو الحجم اللي رايحه نحوس عليه. ما لازمش يكون الكاوكاو تاعنا رقيق حتى نتحصلوا على شكل شباب في الاخر. اذا الان نفوتوا للخطوه المواليه. بعد ما وجدت الكاوكاو تاعي، رايحة نجيب العجينة تاعي اللي كنت قطعتها، ونرفد نبدأ نرفد بالوحدة. نجيب بياض البيض اللي كنت خليته، نضربه جيدا هكا بالفرشيطة، لازم نضربه مليح حتى نكسر له كامل هذوك الخيوط هكا اللي يكونوا فيه، ونبدأ إن شاء الله في العمل. إذا رايحين نرفدو الحبة تاعنا تاع الحلوة هكا في يدنا حتى تساعدنا في العمل. نديو أن بانسو ونغطسوه بياض البيض، وندهنوا مليح السطح تاع الحلوة تاعنا هكا بهذا الطريقة. بعدها رايحين نجيبوا الكاوكاو تاعنا، رايحة نذر الكاوكاو بهذا الطريقة. اذا ما نخليش بزاف، غير الحبات اللي فريمون لصقوا في بياض البيض حتى ما يعاودش يطيح معايا الكاوكاو. نزيد معكم حبة ثانية. المهم رايحين تحصلوا على هذا الشكل. لازم الكاوكاو تاعنا يكون خشين هكا كيما راكم تشوفوا، حتى الشكل تاع الحلوى في الاخير راح يخرج لنا شباب. اذا نكمل كامل الحبات تاع الصابلي تاعي، ندير لهم الكاوكاو، ونتلاقاو ان شاء الله بعدها. بعد ما كملنا عمليه التزيين بالكاوكاو، رايحين تحصلوا على هذا الشكل. شوفوا الكاوكاو كيما قلت لكم لازم يكون خشين، حتى اذا لقيتو يعني في بعض الاحيان شوفوا الحبه راهي فقط على اثنين، معليش لانه كي يكون الكاوكاو رقيق ما راحش يجي الشكل تاعها في الاخير شباب. اذا شفتوا فقط ملاحظه، اذا شفتوا الكاوكاو تاعكم مازال راه يعني يتحرك ما لصقش مليح في الحلوه، ممكن تحكموا بياض البيض تاعكم بملعقه صغيره فقط، تزيدوا بياض البيض هكذا شويه فوق الكاوكاو حتى نتاكدوا انه كي يطيب ما راحش مش رايح يطيح يعني الكاوكاو تاعنا. ومن بعد نحط الصينيه تاعي في الفرن الطيب على 180 درجه، نخليوه يتحمر من تحت لانه من فوق الكاوكاو عندنا راه طايب. كي نشوفوا الحبات تاعنا نتفخوا شويه وطابوا، رايحين نحيوهم ونكملوا ان شاء الله الشكل النهائي تاع هذا الحلوى. بعد ما طابت الحلوى تاعي، رايحين تحصلوا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. ما نخليوهاش تتحمر بزاف لانه رايحين نغطيوها بالشوكولا. شوفوا الشكل تاعها يعني عن قرب، وحتى الكاوكاو يعني شوفوا كي نقلبوها ماهوش رايح يطيح، حكم روحو مليح لانه زدنا له من الفوق بياض البيض. ومن تحت الطياب تاعها شوفوا كيفاش يجي، يعني ما تحمروهاش بزاف، الصابلي تعرفوا ما يديش وقت كبير في طيابه. اذا نخليو هاد الحلوى تبرد مليح، ونروحو نحضروا الشوكولا. بالنسبه للشوكولا تاعي كيما راكم تشوفوا، انا بديت نقطع فيها، نقطعوها قطع صغيره حتى تذوب بالخف معنا. اليوم انا خيرت شوكولا بالحليب، درت هذه في جيكاو بالحليب. ممكن نتوما تستعملوا اي نوع اخر، ممكن تستعملوا شوكولا نوار ولا اي نوع تاع الشوكولا. اذا انا نقطع كامل الشوكولا تاعي هكا، ونذوبها في حمام مائي، ونعاودو نتلاقاو بحول الله.
بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي ذوبتها في حمام مائي بدون اي اضافه، يعني ما نضيفوا حتى حاجه للشوكولا تاعنا. الان رايحين نبداو نطليو في الحلوه تاعنا ان شاء الله. واش نديروا؟ رايحين نحكموا الحبه تاعنا تاع الحلوه، نحطوها بهذه الطريقه، نفرغوا فوقها بالعقل الشوكولا. هكا راح تنزل الشوكولا كامل على الاطراف. اذا نرفدوها بالعقل ونحطوها على انغري ولا هكا في صينيه. نزيد معكم وحده. اذا نكمل ان شاء الله كامل الحلوه تاعي، وكي تنشف رايحين نشوفوها ان شاء الله واجده في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا بعد ما غلفناها كامل بالشوكولا كيما راكم تشوفوا ونشفت الشوكولا عليها. فقط ملاحظه مهمه جدا، يعني كي تطليوها بالشوكولا ما تخليوهاش تيبس تماما، يعني قبل ما تنشف رايحين ترفدوها من السنيوه تاعكم ولا من لاغري وتحطوها في صحن اخر حتى ما تنشفش عليها الشوكولا. لانه اذا خليتو الشوكولات تاعكم يبست مليح كي ترفدوا الحلوه تاعكم رايحه كامل تتفتت معاكم، لانه الصابلي تاعنا راه قلنا بصفر البيض يكون بزاف هشيش. نوريلكم فقط الشكل تاعها عن قرب. شوفوا الشكل تاع هذه الحلوه، جايه تشبه الفيريرو روشي من الفوق. واللي ما يحبش هذه الكميه كامل تاع الشوكولا ممكن يدير فقط خطوط، لكن الشكل يكون احسن كي نغلفوها كامل هكا بالشوكولا. نوريلكم ايضا الشكل تاع الحلوه تاعنا من الداخل. هذا الصابلي يكون خفيف بزاف، وممكن تعوضوه باي عجينه تاع الصابلي تحبوها، المهم تحافظوا على هذا الشكل. شوف. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم اذا عجبتكم هذه الحلوه شجعوني فقط بلايكاتكم وباكيد بتعليقاتكم الرائعه. ونقول لكم في الاخير نحبكم بزاف، تهلاو لي في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.